في لو سيب ديال جبل موسى هو ان سيت دانتيغي بيولوجيك اي ايكولوجيك. المساحه ديالو تقدر تقريبا ب 4000 هكتار. يمتاز بواحد الغيشيس ديال البيوديفيرسيتي كي تري امبورطون، وخاصه فيما يخص لي زافيفون. عندنا 3/4 دي زافيفون اللي كاين داخل المغرب كيمروا بهذه المنطقه هذه، تم كولوار دو ميغراسيون. كذلك هذا الموقع له خصوصيه جيولوجيه اللي هي اكسيبسيونيل، كما شفنا من الداخله كي تما دي روش كي سون روج كي سون لي شيست لي شيست لي شيست ديال لي سيتيك. في المقابل ان هنا كاين سي لا دورسال كالكير، هذا جبل جبل اشندير، وكما كتشوفوا الي تري كارستيفي كار الي تري سونسيبل الو. Donc il y a des fissurations, des grottes, des manifestations karstiques comme les cascades, les canons nouvelles, les grottes, les stalagmites, etc. الصخرة ديال اخويا هو اللي غتشوفوا ديال كاليبسو، مرارة كاليبسو مع اوليسيس. هذه في إليادا إذا قريتوها ديال هوميروس، كيذكر واحد القصة ديال حمدانينا اوليس اللي كان في الحرب الترويا وهرب من حرب الترويا، بدا فحالو بقى كيتيه في البحر الابيض المتوسط 10 أيام، هو تاه هنايا حتى توصل لجزيرة ثورة. كل كنت في جزيرة ليلى، لأن ليلى هذا اسم الصحافة خلقاتو. إذا شفتوا خرائط ديال العصر الوسيط تجبروا إسلا دي بيريخي، إسلا دي بيريخي. ما وقع هذيك المشكل مع اسبانيول، الجزيرة الأمريكية ديالنا إلى آخره، بقات الصحافة كتكتب ليلى، جزيرة ليلى. ليلى نتجة من لايسلا، لايسلا حيدو لا إس، دوك يقروها ليلى. وليت أحد الدروجا جا في البحر، سيبات كيقولوا جبال، أنا جبل، سيبته الموجة في جزيرة ليلى. ليلى في ديك الوقت كنت مسميناها أوديديا، أوديديا اليوناني. تما استقبلاته الأميرة كاليبسو، هاد كاليبسو بنت الأطلس، أطلس وجه موسى، قابلة. واستقلات تما، تما كاين شي المقومات ديال الحياة تما، جاو يعيشوا هنا في هذه المغارة هنا اللي غنشوفوا هنا. لا غتشوفوها، عاشوا هنا 7 سنين، 7 سنين، من بعد هدمة الأوضاع تما، ما بقاتش الحرب، ما بقاتش الحالة، بقات المغارة اللي كنحاول أنا نتبنى. فين غادي ندخلوا؟ ما كانت، ما كان الماء حتى الحال هذا. ما كنا شي ما سلسه، لو كان شويه صغير، من بعد كبروه، اضطروا يكبروه، جاو لهنايا، شرو هاد الناس 85 متر تقريبا، إذا دخلتوا معاه غتوصلوا لتحت ديك المغارة كاليبسو، ما كانت عايشة كاليبسو مع أوليس. شنو دابا قبل كانت مغارة كبيرة، هذيك الفقرية اللي غادي نشوفوا. من بعد تعرفوا بلي ان ثلاثه ديال بليونيش كانت في القرن الثاني عشر كانت مزدهره، البنيه المارينيه والى اخره، ودازوا عليها ثلاثه ديال المحن. البرتغال ما يهجموا على سبته، عامين مورا داك الشيء الملك ديال البرتغال هاد البنيه المارينيه هداها من ديك الجنرال بيريرا، ولهذا ربما تجبروا بعد المراجع هذيك يعني الطر ديال المونيا، هذيك البرج اللي طاح، هذه هي مسميناه يعني لا تور دو بيريرا على سميتو، شنو شهرين بقى هنايا وجراو عليه، جراو على الساكنة أنطونيو أركيس، كيقول بأن المصامدة هو اللي جرى عليه. باليوم ما كاينش السياد،
كاينش. كاين واحد الاضافه بغيت الطلبه يعرفوها، فيامات قبل الاستعمار وعاد كيدرسوا هنا باش يزعموا واحد البلد، باش كيزعموا على المسلمين بخصوص معركه هذ المخازين واحد المجموعه، بقاو كيصيفطوا واحد المجموعه ديال الناس اللي كيتعلموا اللغه العربيه وكيجيو لهنا بصفات فوقها، كيجي للمسجد كيدير دروس حفظ القران حفظ كل شيء. منهم هذا علي باي، هذا علي باي نموذج لهذ العمليه، هو كان جاسوس ديال نابليون، هو اول واحد اللي عطى المواصفات دمكة نابليون، حيت كيجي عند المغاربه هنا وكيمشي يحج مع المغاربه. حنايا في الحقيقه ماشي عرب، حنا ماشي فصحاء في الهضره ديالنا بحال اللبنانيين والسوريين، ملي كتجيب شي اجنبي عنده اللغه العربيه معنا وكديه للخليج كيبان له بحالنا بحالنا، حتى حنا ملكين شويه، راه كيبان هذا الشيء في ديك الممثلين ديال المغاربه اللي كيمثلوا مع السوريين، كتشوف اللهجه شويه مبدله ماشي هي هذه. هاد الفقهاء خرجوا بواحد القاعده، هو كيقول لك فين ما يكون شي فقي معروف ودار خطب في الجوامع وكذا وما معروفش فين مات وما معروفش المكان اللي مات فيه كيديروا عليه علامه السيف. قالب قالب كيعمروا كيبقاو يدبوا بحال بلوك، لا كيبقاو يدبوا ملي كتدخل انت الكيمون كاتحاد كيف كيكون؟ سخون ولا واش نطاوي الحراره؟ إذن هذاك هو الميتامورفيزم اللي قراو الميتامورفيزم، شنو المعنى الميتامورفيزم؟ أن أون في لا بريسيون إلى تونفيراتور، اللي كتقول لا كومباكسيون، يعني حتى الكلمة حتى ديك الهواء اللي كيكون خاوي ما بين لي غرانيول صغار كيدوبوا اللي كيدوب كيدوب وكيصاحبي بيدو أن سيمون كي تخي سوليد. البرتغال ما احتلوش سبتة حتى بغاو يعطيو هاد المولية، هادي المولية هي قصور مبنية، بغاو يعطيو حتى هالو الملك ديال البرتغال خوان جواب البريمير الأول، حتى هالو هدية لديك الجنرال اللي ربح بها ديك الحرب وهدا له هادي، هاديك هاديك كتبقي مولا كتبقي غزالة كان شي ميكانيزم اللي كيطلعوا لها الحيل ديال الماء حتى من الراس، شي بحال ديك الشيء اختار ديك الشيء ديال غرناطة والحمراء الى اخره. شهرين عاش فيها هنايا وجراو باليونس، هاد الجهه دائما كتستعصى بحال تقول قبيله انجره هي اللي حرفت بسبانو الماء، جرى عليهم بيان سور جرى عليهم خت معاود خدام والطياح والبوم والى اخره، طاح النص فيها ديك هادي. جا الحرب ديال التطوان ديال افريقيا، عاود جاو سبانيول قبل ما يطلعوا بحال من التطوان جاو لهنايا بغاو يحتلوا هادشي على الماء، فهمتي؟ يحتلوا على هادشي عاود المنجرين الجباله جراو عليهم، فهمتي؟ سبانيول جراو عليهم هما والكوليرا حتى هي ساعدت شي الاخر، راه ماتت اكثر من 9000 واحد ماتوا في الحرب ديال بلجيكا مذكوره. كاين الحرب ديال اليونس، معركة اليونس، معركة كاستيجيخوس ديال الفنيداك ما طلع. واللي بقى منه بقى شي حاجة منه، أنا عندي تصويرة باقي تقريبا 3 طبقات، طاح بوحدو 2003. كيقولوا جا شي بلية دخلت من تحته، كيقولوا جا حفروا شي كنز، كيفتشوا على شي كنز إلى آخره، في الصباح صباح داك الشيء مطيح. وشي صنادق تما شي ثار هذا كاين كدور هنايا على لسان الساكن. انا اقول السي علي حتى من بعد بعد شوية قول لهم زوج له دابا وداروا له تمثال كتسكت علي باي وداروا له تمثال على انه مسلم ومجاهد وهذا حتى الثمانينات عاد اكتشفوا انه هذا عاد طيحوا ديك التمثال ديالو.